ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء متابعيني بالقناة. طبعا أشكركم جميعا على حسن تعاونكم وحسن متابعتكم. وفي طبعا ده موضوع بالنسبة للتلقيح الاصطناعي في الأبقار، ده منتشر في جميع الوحدات البطارية حاليا. كل وحدة بطارية حاليا فيها وحدة تلقيح اصطناعي. طبعا انا شخصيا بشجع موضوع التلقيح الاصطناعي ونسيب موضوع التلقيح الطبيعي ده، بحيث ان احنا نعمل تحسين للسلالات. فانا هوريكم نوعيات دلوقتي من النتائج بتاع التلقيح الاصطناعي. عندنا حاليا في الوحدات في دكاترة ما شاء الله لها مهارة في موضوع التلقيح الاصطناعي يعني، وجاب نتائج ممتازة جدا جدا، وبدأ يبقى فيه تحسين وراثي للنتائج، سواء كان هولشتاين او كان فريزيا. القصيبات دي متوفرة في كل الوحدات البطارية حاليا، وتمنها رخيص يعني 30 جنيه للقصيبة الواحدة، ولو هو خارج الوحدة ب 40 جنيه. يعني لو انت وديت الحيوان بتاعك لحد الوحدة البطارية وخدت تلقيحة، تمنها 30 جنيه مش اكتر، زائد الرقم البطاقة لو فيها رقم بطاقة ما بيقطعلكش رقم بطاقة. فطبعا 30 جنيه دي مش حاجة في سبيل انك انت هتغني الحيوان بتاعك عن كتير جدا من الامراض اللي بتنتقل عن طريق التلقيح الطبيعي. طبعا العجل الذكر واحد في البلد طبعا بيعمل عملية تلقيح لاكتر من 10 او 12 حيوان في البلد، فمرات ما بيحطش بذرة يعني، فبتبقى العيب في الطلوجة نفسه وانت بتدور على الحيوان بتاعك مش راضي يمسك. هيعمل غسيل يا دكتور، عنده التهابات طبيعي كده كده، ممكن تلاقي الحيوان عنده نسبة التهابات، بس مش كل الالتهابات اللي هي بتأثر على عملية الأعشاب. فأفضل شيء ان احنا نتغاضى عن الحاجات دي كلها، ان احنا نعمل تلقيح اصطناعي. لو الوحدة حتى بعيدة عنك رن على الطبيب، هيطلع لك بالكولمان بتاعه بالترمس ويروح لك لحد المزرعة بتاعتك ويلقح لك الحيوان. لو في مواعيد العمل طبعا زي ما قلنا ب 40 جنيه، بس انت تجيب له مواصلة، تجيب للطبيب ده مواصلة تاخده من الوحدة لحد المزرعة بتاعتك، مش هياخد منك اكتر من 40 جنيه اللي هي رسم القصيبة. انما مثلا لو انت وديت الحيوان بتاعك لحد الوحدة، هي تمن القصيبة 30 جنيه لو الحيوان مرقم ومسجل. لو مش مترقم بتحط عليها 7 جنيه تمن الرقم والبطاقة يعني. فدي طبعا نوعيات من نتائج التلقيح الاصطناعي. عندنا هنا في سمنوط عدد من الاطباء ايدهم بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لهم، ايدهم حلوة جدا جدا يعني بنسبة مش عايز اقول 99%، 90% عشان ما بقاش بس مبالغ، 90% بوزيتيف، 90% انا بجس وراه بالسونار على 28 يوم ما شاء الله بلاقي في بذرة يعني. فأهم حاجة ميعاد الصرفان الصح، اظبط ميعاد الحيوان صح. الحيوان لازم ياخد 12 ساعة من بداية الصرفان، ما تستعجلش على الحيوان. الحيوان صرف الصبح اصبر عليه 12 ساعة لحد آخر النهار ولقح. صرف آخر النهار اطلق الصبح. لو انت قمت من النوم ولقيت الحيوان ده صارف انت ما انتش عارفه في أول الليل ولا في آخر الليل، لقح الصبح ولقح تاني آخر النهار، عشان تبقى انت كده ايه غطيت الفترة البينية اللي هي 12 ساعة من بداية الصرفان. فدي طبعا سلالات، دي حاجات في مزارع عندنا احنا متابعينها، انا نفسي شخصيا متابعين المزارع دي يعني. ده نتائج التلقيح الاصطناعي يعني، رغم ان هي ابقار خليط يعني، مش هقول لك ابقار فريزيا يعني، في كله مجنس كله خليط، لكن احنا بنحاول نحسن السلالات يعني. فشايفين انتوا يا رب تكون الصورة واضحة بس كده، لان دي طبعا صور واخدها من فترة، بس انا حبيت اديكم نبذة عن التلقيح الاصطناعي. احب اشكر طبعا الاستاذ محمد غنيم، الاستاذ احمد، في حد كلمني النهاردة من الاقصر، الاستاذ ابراهيم متابعنا برضو، استاذ محمود ربيع من بنغالي ده بلدياتنا. طبعا سوق المنيا انا متاكد طبعا في تجار بتخاف تقول السعر الحقيقي، على اساس ان هي بتروح تشتري من الناس في الاهالي في البلاد بتاعتنا، بيقولوا ده احنا سمعنا السعر كذا في السوق، فبيخاف يدي السعر. لكن مش كلهم طبعا، انا بعرف مين اللي صادق فيهم ومين اللي كداب. فاحنا بنحاول ايه، طبعا سوق المنيا ده غريب عليا طبعا، ما اعرفش حد فيه، بس واحده واحده كده بتعرف على الناس الكويسه اللي هي الصادقه
اللي تديني سعر كويس وما تضللش الناس اللي هي بتروح تشتري. لكن هو عموما سعر الذكر البلدي فعلا في انخفاض بسبب ارتفاع نسبة ارتفاع سعر العلف وبسبب المستورد برضو نزول كميات كبيرة. مش معنى كده ان احنا بندعم المستورد، دي سياسة الدولة احنا ملناش قصة فيها، احنا بندرس سعر السوق، بندرس بنعرف الناس سعر السوق، اللي عايز يبدأ مشروع اللي عايز يروح يشتري احنا بنقول له اتفضل روح هات كذا كذا كذا. عندك عجلات بقرة بسم الله ما شاء الله، كمية عجلات بقرة في سوق المنيا ملهاش حل، سلالات صنف ملهاش حل بصراحة، يعني سعر جميل جدا ومرتاح للي عايز يبدأ مشروع جديد. سيبك من النساء، سيبك من العلف غالي، سيبك من الكلام ده كله، انا عارف ان الدنيا غاليه، لكن ما تعرفش بعد كده في ايه، يمكن ربنا يكرمك والامور تتظبط والعلف ينزل وتوفر، ما تعرفش يعني. لكن اللي انا شايفه ان الوقت ان هي فرصه، اللي معاه فلوس وعنده ارض وامكانيات ياكل، الوقت فرصه للي معاه فلوس وعايز يستثمرها في الانتاج الحيواني. فطبعا ده بالنسبه للتلقيح الاصطناعي. وبالنسبة للقناة طبعا أنا في حد كان سألنا على مزرعة خيول أو حلقة عن الخيول، أنا كنت عملت فيديو عن الخيل قبل كده، بس طبعا هنا في المنيا الخيول ضعيف قليلة خالص، يعني فين وفين لما ألاقي حد مربي خيل، وبعدين مربي واحدة أو اتنين أو تلاتة، ما فيش غير هون كان واحد أو اتنين إن هم بغرض التجارة، والباقي ده بيبقى في البيت يعني مربيها للبيت. فأنا حاول أوصل لأي حد هنا، لو في أي حد على الصحراء ومربي خيل او عنده اسطبل خيل هحاول اعمل لك معاه لقاء حاضر. والناس برضو في ناس سالتنا عن تركيبه الحلاب، احنا كنا قلنا التركيبه بتاع العلب بتاع الحلاب وشرحناها قبل كده في فيديو، لكن ان شاء الله برضو حاول اعيدها لكم تاني. دي طبعا دي حاله مواطن عادي خالص ودى الحيوان بتاعه الوحده، على فكره دي وحده بني غني. احب اشكر الدكتور جيرجس ويليام والدكتوره فاطمه، دي في وحدة بنغاني ما شاء الله، دي تلقيحة وحدة انا رحت طبعا ولدتها، وبعد كده اديتها الحيوان ده احتاج علاش تاني، فروحت علشته ونزلت لها المشيمة، فعجبتني السلالة دي، جميلة جميلة جميلة. تسلم ايديكم يا دكاترة، تسلم ايديكم، حاجة حلوة بصراحة، حاجة بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لصاحبها يا رب يترحله بركة. هوريكم الوقت في مشروع برضو بتاع احد الناس حبيبنا في قرية الزكايبية، الاستاذ احمد ابو طرهوني، طبعا هو مربي الحيوانات ديت لغرض النتائج بس، يعني ما اعتقدش انه على الاكل بتاعه اللي بيأكله ده هياخد لبن يعني. دول طبعا هو طبعا ده مش الحيوانات دي، حيوانات كويسة فيها خليط وفيها فريزيان، بس طبعا النتاج ممتاز حلو بصراحة كويس، بس هو بيأكل شغال على الدقيق القمح فقط لغير يعني، وشوية بوص وشوية جراوة، ومع ذلك البهيم بتاعته بسم الله ما شاء الله يعني برضو حالتها كويس، حالتها الصحية حلوة، النتاج بتاعها حاجة حلوة بصراحة، شايفين النتاج بسم الله ما شاء الله، مع انه تلقاح طبيعي على فكرة، يعني هو عنده طلوقة في البيت وعامل تلقاح طبيعي في المزرعة بتاعته. شوفوا البهائم دول، هم طبعا جابوا عجلات بقرة ورباهم على ايديه دول ما شاء الله، يعني هم معظمهم عجلات بقرة يعني، والدين ولدة، وفي اللي والد ولدة، وفي اللي لسه بكر اول ولادة يعني. فطبعا انا بحاول اقنع فيه انه يمدهم بعلف مركز، بحيث انه ربنا يكرمه وياخد لبن منهم، يعرف يستثمر الحيوان اللي عنده صح، بحيث انه يحقق اعلى فايدة. شوف الحيوانات بسم الله ما شاء الله، رغم ان هي على الدقيق بس بيدي تلت علفات دقيق قمح بس، لا خلطة ولا علف. حاولت اقنعه في علف الوطنية، في علف الامريكية، وان كان الوطنية افضل طبعا في الوقت الحالي حسب الكلام الناس. فاهو شايفين نوايات جميلة واولادهم حلوين، شكلهم حلو بصراحة. ده طبعا هو رفض التصوير معايا طبعا، قال عشان انا مش مستعد تعبان شوية، فانا اخدت الفيديو ديت بعد اذنه طبعا،
والحيوانات دي انا متابعها انا شخصيا يعني من اكتر، ماشي معاه من اكتر من 5 6 سنين، الناس كويس يعني عمد في البلد ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم، شايفين السلال النوايات، وعلى فكره معظمهم خد حمى كليه وعدى بسلام الحمد لله، يعني ما حصلتش عندنا خسائر بفضل الله، شايفين الله يبارك له، حاجة حلوة كده. بس أتمنى منه شوية عناية شوية نظافة تحت البهايم ديت، هياخد منهم أحلى نتاج وهياخد منهم أحلى شغل، شايفين بص شوف النتاج بتاعه، شايفين دول بقى لو خدوا شوية ردة كده على شوية شام أصفر مدشوش مع الرضعة هتتفرج عليهم دول، أو شوية علف، شايف نتائج زي العسل بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة. أنا عجبني بصراحة، عجبني النتائج بتاعه، بس طبعا أنا وجهته يا إما يقلل العدد وتجيب له 3 4 كويسين، أو يخليهم بس يحاول يزود الاهتمام شوية بيهم. طبعا ده برضو أجل ده كان عنده نزلة معوية وعلى جنين الحمد لله كويس حاليا، فأتمنى من كل المربيين إن هم يهتموا بمالهم، يهتموا بحاجة، يراعوا تعبهم، يعني حتى مش على التعب، الأجل الرضاع اللي بيتولد ده تعب سنة، شقة سنة كاملة، حاول تخلي بالك فيه. الحيوان اللي الأجل الرضاع ياخد 3 أيام سرسوب وبعد كده يبدأ يوجب، وأنت على حسب طلبه، لأن يعني في حيوان بيبقى مش محتاج اللبن بتاع أمه كله، لو أمه فيها لبن كتير مش محتاج اللبن ده كله. فحاول تحافظ على الرضيع الصغير ديت، زي ما قلنا ده تعب سنة كاملة، مجهود سنة، فلما يضيع منك الأجل الصغير يعتبر تعب السنة كله راح، وبيهد سعر الأم، يعني بيهد سعر الأم معاك. فأتمنى طبعا إن أنا أكون بقدم لكم حاجة مفيدة، ويا رب يا رب إن شاء الله نقدر نقدم جديد وجديد دايما إن شاء الله، وهنحاول ان شاء الله باذن الله نجيب لكم حاجات كل فتره كده، حاجات جديده ان شاء الله. طبعا برضو دي ولاده حديثه اهيت، بسم الله ما شاء الله، هم كسلالات سبحان الله، يعني فيهم فريزن حلو يعني، بس عايزين شويه اهتمام، لانه يعني طبعا ما ياخدش لبن غير اللي ياكل للبيت بس، لا ده انا ممكن اجيب حلبات وممكن اظبط الدنيا. ده الطلوجة طبعا، ده عجلة بكرية والطلوجة جنبها من جوا اهوت، ده العجل الطلوجة اللي هو مستخدمه للتلقيح عنده، التلقيح الطبيعي، ده عجلة بكرية من نتاج المزرعة، وده عجل الطلوجة هو بيستخدمه عنده للتلقيح الاصطناعي للتلقيح الطبيعي. اشكركم اصدقائي الاعزاء، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.